ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا يا جيش ماما نونا. ولو اول مرة بتشوفونا بنتمنى تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل حكايتنا. ويلا بينا نكمل قصتنا. انصدم عامر عندما سمع كلام الحارس فتحدث بغضب شديد: روحوا شوفوا لي هي فين بسرعة، بس اوعى حد فيكم يقرب لها مهما حصل ومهما بعدت. أوامرك يا بيه. نظر عامر إلى سيف ثم إلى والدته وتحدث بحدة: الغبي ده يفضل هنا، اللي هيفتح له الباب هيكون آخر يوم في عمره. ألقى عامر كلماته وأغلق الباب بالمفتاح وذهب بسرعة. أما عند نورسين كانت تركض بسرعة وهي تنظر خلفها لا تعلم إلى أين ستذهب، حتى سمعت صوت الحراس وهم يتحدثون ويصرخون باسمها، فأسرعت أكثر حتى وصلت إلى إحدى المنازل الفارغة المتهالكة، فدخلت حتى تختبئ فيه وتتنفس من كثرة الركض. فسمعت صوت وهو يتحدث ببرود: برافو عليكي، ما كنتش أعرف إنك واخدة جايزة لأكتر واحدة بتعرف تجري. التفتت نورسين إلى مصدر الصوت وانصدمت عندما وجدت عامر يقف أمامها، فنهضت وتراجعت للخلف وجاءت لتهرب مرة أخرى، ولكن سحبها عامر بقوة إليه ثم تحدث بصوت حاد: أنت عارفة عواقب اللي عملتيه ده إيه؟ مرت عامر الساوي تهرب منه تاني يوم جوازهم، أنت لعبتي في عداد عمرك. جاءت نورسين لتتحدث ولكن قاطعها عامر وسحبها خلفه بسرعة، ثم وضعها في السيارة وذهب بسرعة حتى وصل إلى القصر، فنزل من السيارة ومسك يد نورسين وسحبها خلفه، ثم صعد إلى غرفته وألقاها بعنف وتحدث بغضب شديد: أنت لسه ما شفتيش السجن الحقيقي، بس من النهاردة وعد مني هتشوفيه. قلت لك امبارح كل حركة هتكون بحساب وبإذني. جاءت نورسين لتتحدث ولكن فجأة أصمتتها صفعة قوية، ثم اقترب منها وسحبها من خصلات شعرها وتحدث بغضب: بتهرب مني أنا من عامر الصاوي؟ ما استحملتيش يوم واحد في العيشة معايا، أمال كنت عايزة تتجوزيني ليه؟ وافقتي ليه من الأول؟ قولي وافقتي ليه لما مش هتستحمل العيشة معايا؟ اشمعنى هي استحملت وفضلت معايا؟ نورسين ببكاء: هي مين دي؟ ابعد عني بقى، حرام عليك، انت بتعمل كده ليه؟ حرام عليك والله. اسكتها عامر بصفعة اخرى على وجهها وجاء ليتحدث، ولكن فجأة دخلت نادية وسحبت نورسين خلفها وتحدثت بعصبية: حرام عليك كده، انت جننت، هتموتها، ما ينفعش اللي بتعمله ده. اقترب عامر منها وسحبها من خلف والدته، ثم تحدث بغضب شديد: قلت قبلك ده مليون مرة محدش يتدخل في اللي يخصني مهما كان. نظرت نادية إلى نورسين بحزن ثم خرجت من الغرفة، فتحدث بعصبية: غيري خلقاتك وانزلي اطبخي تحت مع الخدم، وبعدها تساعديهم في تنظيف القصر، وبعدها تطلعي برا تنظفي الجنينة، وبعد ما تخلصي كل ده تحضري الوكل، وبعد ده كله عايز اطلع الاقي مرة العروسة اللي لسه متجوزها ومش عايز نكد، وتلبسي لبس حلو، فاهمة ولا لا؟ نورسين ببكاء وخوف: حاضر، فاهمة فاهمة. عامر بزعيق: ما يلا واقفة قدامي تعملي ايه؟ انزل اعملي اللي قلتلك عليه. نهضت نورسين وغسلت وجهها من أثر الدماء وجاءت لتخرج، فوجدت الخادمة وهي تتحدث: يا ست هانم، أهل حضرتك تحت وعايزين يشوفوكي. عامر بحدة: خمس دقائق ونزلين. خرجت الخادمة من الغرفة، فتحدث عامر بحدة: ادخلي غيري هدومك ومش عايز أي نفس تحت. دخلت نورسين وأبدلت ملابسها ووضعت روج أحمر داكن حتى تخفي أثار الجروح، ثم نزلت هي وعامر، وعندما وجدتها زوجة أبيها اقتربت منها وحضنتها بقوة، ثم تحدثت بسعادة: حبيبتي قوليلي عاملة ايه؟ نظرت نورسين إلى عامر ثم إلى زوجة أبيها، فبالرغم من كل شيء
هي من اهتمت بتربيتها من بعد وفاة والدتها، وتعتبرها مثل ابنتها وأكثر، وتخاف عليها. فتحدثت نورسين بابتسامة مزيفة: أنا زينة يا حجة، ما تخافيش. محروس والدها: عامل ايه يا عامر يا ولدي؟ الحمد لله يا حج. وانت؟ محروس بابتسامة: الحمد لله يا ابني، أنا زين. نورسين عاملة ايه معاك؟ عامر وهو ينظر إليها: الحمد لله يا حج، زينة. هدى أخت نورسين: حبيبتي وحشتيني قوي. الحمد لله يا قلبي. هدى بدي: عامل ايه يا حضرة الضابط؟ أنا زين قوي. وانتي؟ زينة. قول مختي كويسة. انتوا هتتغدوا معانا النهاردة بقى؟ لا والله ما هينفع، احنا بس جايين علشان نطمن على نورسين ونبارك للعرسان، ولازم نمشي علشان هدى عندها مذاكرة. عامر بخبز: ابقى ذاكري كويس علشان تنجحي. هدى بابتسامة: أوامرك يا حضرة الضابط. بعد انصراف أهل نورسين ذهبت إلى المطبخ وأعدت الطعام ونظفت مع الخدم المكان، ثم خرجت إلى الحديقة وحاولت تنظيفها قدر المستطاع. وفي المساء صعدت إلى غرفتها ودخلت لتأخذ حمام دافئ، ثم أبدلت ملابسها وخرجت، فوجدت عامر يجلس على اللابتوب ويشاهد الغرفة التي يحبس أخيه فيها، وهو يشعر بالتعب والخوف في المكان. فتحدثت نورسين بخوف: ده أخوك وهو خايف وشكله تعبان، حرام عليك، خرج كفاية كده. نظر عامر إلى نورسين بضيق، ثم خرج من الغرفة ونزل إلى الغرفة التي يوجد فيها أخيه، وعندما فتحها وجد أخيه يجلس على الأرض ويتصبب عرقا ويشعر بالخوف الشديد. فتحدث بصوت حاد: أنا عارف أنك تعرف تفتح الباب، ما فتحتوش ليه وخرجت؟ نهض سيف بسرعة من على الأرض واقترب من أخيه وتحدث بدموع وخوف: طلعني من هنا يا أخوي، ومش هعمل حاجة تانية والله. نظر عامر إلى أخيه ثم صفعه على وجهه بقوة وتحدث بحدة: مش سيف الصاوي اللي يعيط كيف الحريم. مسح سيف دموعه ثم تحدث بخوف: ما قدرش أخالف أوامرك واطلع، أنا عارف أني لو طلعت مستحيل كنت تسامحني يا أخوي. عامر بدي: يلا اطلع غير خلقاتك واخرج مع أصحابك شوية، وقول لقاسم أني عايزه يجيلي بكرة ضروري. حاضر يا أخوي. ذهب سيف إلى غرفته وصعد عامر ليطمئن على أخته. انصدم عامر عندما سمع صوت أخته وهي تتحدث في الهاتف، فدخل إلى الغرفة بعصبية، وعندما رأته انفزعت وألقت الهاتف بعيد، فاقترب منها وتحدث بغضب: كنت بتكلمي مين؟ والموبايل ده مش بتاعك صح؟ جايباه منين؟ أفنان بخوف: والله يا أخوي مش أنا، ده مش بتاعي. عامر بغضب شديد: أمال بتاع مين عاد؟ كنت بتكلمي مين؟ انطقي بدل ما اقتلك. أفنان ببكاء وخوف: ده تليفون نورسين، كنت بلعب عليه علشان تليفوني فاصل ولقيته بيرن فرديت، صدقني والله العظيم ما عملت حاجة. اقترب عامر منها أكثر وسحب الهاتف، ثم تحدث بغضب: لو طلعت كدابة قسما بالله العظيم ما هرحمك. ألقى عامر كلماته وخرج، فجلست أفنان على الأرض تبكي بشدة. أما في غرفة نورسين كانت جلسة تضع بعض الكلمات على جروح وجهها وجسدها، وفجأة دخل عامر وعلى وجهه علامات الغضب الشديد، ثم اقترب منها وتحدث بحدة: ده تليفونك؟ نورسين بتوتر: أيوة بتاعي، في حاجة ولا إيه؟ اقترب عامر منها وصفعها على وجهها بشدة، ثم تحدث بغضب: انت بتخنيني ولسه ما كملناش اسبوع جواز، للدرجة دي مش قادرة تعيشي معايا؟ نورسين بصدمة: والله ما بخونك، مين قالك ده؟ عامر بصوت غاضب: الرقم ده هو اللي قالك ده، مش ده اللي بتخنيني معاه؟ نظرت نورسين الى الهاتف ثم تحدثت بصدمة: رقم مين ده؟ انا ما خنتكش ولا أعرف ده رقم مين، والله العظيم صدقني.
اقترب عامر أكثر منها وسحبها من خصلات شعرها بقوة، ثم تحدث بغضب: انطقي وقولي الحقيقة، مين ده؟ والله العظيم ما أعرف، أنت ليه مش عايز تصدقني؟ حرام عليك بقى، والله العظيم لهكتلك لو ما قلت الحقيقة، والله ما عملت حاجة. اقترب عامر منها وكان سيصفعها لمرة أخرى، ولكن وجد شخص ما أمسك بيده، فالتفتوا ليروا من هذا، وانصدمت نورسين عندما وجدتها هدى هي من مسكت يده، فنظر عامر إليها بغضب شديد وهي ممسكة بيده، ثم تحدثت بحدة: حضرة الضابط ما يعرفش إن كل شخص في الدنيا دي ليه حدود، مين اللي سمح لك تتعدى حدودك كده وتمد يدك على واحدة؟ انت هنا في البيت مش في الداخلية يا سيادة المقدم. نزع عامر يده، ثم نظر إلى نورسين الجالسة على الأرض وشفتيها تنزف بشدة، ووجه نظره مرة أخرى لهدى وخرج من الغرفة. فاقتربت هدى من أختها وأخذت حقيبة الإسعافات الأولية وبدأت في معالجة جروحها، فنظرت نورسين إليها وتحدثت بدهشة: انت ايه اللي رجعك هنا تاني؟ حصل حاجة؟ رجعت علشان انت وحشتيني قوي، وانا ملحقتش اتكلم معاكي. هتفضل كده لحد امتى؟ انت طول عمرك مش بتتأثر بحاجة، نفسي اعرف ايه اللي حصل لك خلاك كده. هدى وهي بتحاول تغيير الحديث: خلاص بقى يا نوري، المهم انت دلوقتي خلاص ايه وزفت ايه؟ بقالك 3 سنين كده ومش عايزة تتجوزي ليه؟ لحد امتى هتفضلي عايشة على ذكرى حبيبك المجهول اللي محدش يعرف عنه حاجة ده، ولا حد يعرف اذاكي في ايه؟ هدى بضيق شديد: كفاية كده يا نورسين، انا جيت اطمن عليكي وماشية. نهضت هدى وجاءت لتذهب، فتحدثت نورسين: الوقت متأخر، هتمشي لحالك ازاي؟ ما تخافيش علي. ألقت هدى كلمتها وذهبت، كانت تمشي في الطريق غير مبالية لأي شيء، حتى لاحظت سيارة خلفها، فالتفتت ووجدت السائق ينزل من السيارة ويقترب منها، فتحدثت بقلق: وانت مين عاد؟ السائق: ست نورسين، قالت لي علشان أوصلك لبيتك، اتفضلي. نظرت هدى إلى السيارة وترددت قليلا، ثم ركبت معه. ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا، أتمنى تكون عجبتكم، هستنى رأيكم في التعليقات ودعمكم باللايك والشير للفيديو اللي بيفرحونا. مع السلامة.